الو، ايه يا ابني؟ ربح انترنت ايه يا ابني اللي حقيقي؟ فاكرين الفيديو ده؟ في الفيديو ده كنت عرفتك قبل كده ازاي انا بكسب 300 دولار شهريا من الطريقه دي. هي طريقه بسيطه جدا والموضوع بسيط جدا، وعلى فكره الناس بس اللي بتقعد تشكك، الفيديو ده اللي انت شايفه في الاي فوق ده او في الكاردز دي، الفيديو ده انا شرحت فيه الموضوع مش بالتفصيل، شرحت فيه حاجات بسيطه، وفي الفيديو ده وريتك اثبات رسمي كده من جوجل ادسنس بمبلغ 300 دولار او 280 او حاجه زي كده. يعني المبلغ ده شهريا بيجيلي بسبب الموقع ده او الموقع بتاعي يعني عامه. فالطريقه دي او اللي انا بعمله، الموضوع ده سهل جدا، بسيط جدا، وريته لكم وشرحته لكم بالتفصيل. ولكن النهارده انا جاي اقصر عليك ثلاث ارباع مشوار. الناس كلها في الفيديو ده قعدت تقول انا لسه هعمل موقع، انا ما عنديش جوجل ادسنس، لسه هجيب حساب ادسنس عادي، هشتري حساب ادسنس. الموضوع كان صعب، الناس كلها قاعده تقول الموضوع صعب، الموضوع مستفز، الموضوع طويل، لسه هعمل موقع واشتري موقع واشتري دومين وبعد كده اقوم شاري استضافه، غير كده لو مش هشتري استضافه هشتري قالب، تيجي مشكله مثلا زي القالب غير متوافق مع ادسنس. مشاكل كتير حتى بتقابلني حاليا في الموقع بتاعي بسبب كذا مشكله، بسبب ان القالب بتاعي مش حلو، حصل كذا مشكله. طب ليه كل ده؟ طيب افرض بقى دلوقتي انا جبت لك عرض، العرض ده مش غالي، يعني هو يعتبر بالنسبه للعرض اللي هيقدمه لك مقابل اللي هو هيديه لك، لا الموضوع مش غالي، الموضوع حلو. العرض ده تقريبا ب 48 دولار، 48 دولار بالمصري ما اعرفش 900 حاجه زي كده، يعني بغض النظر تقريبا 900 جنيه، 900 جنيه دول هيجيبوا لك حساب جوجل ادسنس زائد موقع الكتروني كامل. يعني ايه كامل؟ موقع بالدومين بتاعه ووردبريس، مش بلاجر، ووردبريس يعني حاجه احترافيه اكتر من بلاجر بكتير، واسال على الموضوع ده تمام، مش هقعد اوضح لك. ولكن ووردبريس بقالب حلو متوافق مع ادسنس، السيو بتاعه كويس، كل حاجه فيه كويسه، و13 قالب متنوعين تختار منهم، قالب تقني، قالب اخباري، قالب اي حاجه، يعني كل اللي انت عايزه موجود، زائد لاول 20 شخص، اول 20 شخص هيشتروا العرض ده هيبقى كل حاجه هما اللي هيعملوها لك. يعني الراجل هيديك اكونت ادسنس، اسف، هيديك موقع كامل كده، موقع انت بس هتاخده تشتغل بقى على طول على ووردبريس. يبقى العرض ب 48 دولار هيديك قالب، موقع كامل فيه كل حاجه جاهز ان حضرتك تستخدمه مباشر تمام. الموقع ده بمجرد منك بس هتاخده تعمل بيه حساب جوجل ادسنس هيتقبل تمام، لان الموقع متوافق مع ادسنس بشكل 100%. الناس اللي انا اتعاملت معاهم دول ناس احترافيين حرفيا، كل حاجه فيهم حاجه محترفين جدا. زي ما انت شايف القوالب قدامك كده، تلاقي كل القوالب اللي انت عايزها، كل القوالب اللي موجوده، قوالب كلها متوافقه مع جوجل ادسنس، قوالب متوافقه مع السياسات، قوالب كويسه جدا تمام. بغض النظر عن الموضوع ده، فانت اكيد دلوقتي ثلاث ارباع مشوار كده هتعدى. انت بدل ما كنت تشتري حساب جوجل ادسنس ب 1000 جنيه ولا تشتري حساب جوجل ادسنس، ساعات برضه بيعلوا السعر ب 500 جنيه مثلا، لو هتشتري مثلا ممكن تجيب واحد ب 500 جنيه، برضه انت لسه في مشكله انك هتعمل موقع والموقع لازم يتقبل في ادسنس. ما تفتكرش ان انت هتعدي، الموضوع صعب، انت لسه الموقع هيتقبل في ادسنس. لكن ليه؟ انت تجيب موقع محترم مظبوط وتقدم بيه في حساب جوجل ادسنس وهيتقبل بكل بساطه تمام. في 24 ساعه 48 ساعه هيبقى عندك حساب جوجل ادسنس بموقعك بكل دنيتك. طبعا انت لازم تنشر حاجات في الموقع عشان يتقبل في ادسنس، ما تشغلش دماغك تمام. في فيديو انا عملته عن الموضوع ده، هتسيبه لك برده في الاي فوق، عن ازاي الموقع بتاعك اتقبل، وحاول تتعلم من الفيديو ده ازاي الموقع بتاعك ان شاء الله يتقبل. ولكن حاول تكتر كلمات المواضيع، لان دي مشكله قابلتني بعد كده تمام. فانت حاول تكتر كلمات المواضيع، يعني حتى لو موقعك اتقبل بكلمات قليله حاول تكتر كلمات المواضيع بعد كده تمام. بس ايه، حبيت احط لك في نص الفيديو كده. ولكن بما انك هتشتغل في موقع، يبقى عندك موقع ملكك، يبقى عندك موقع بتاعك، فانت اكيد هتحتاج اختصار رابط. ففيديو النهارده برعايه موقع بطيخه دوت كوم. مفيش بطيخ، احنا في الشتاء مفيش بطيخ في الشتاء، فبالتالي مش عارف اجيب لكم بطيخ. ف المهم الموقع ده موقع اختصار رابط جديد ممتاز جدا، من رايي الموقع ده من احسن المواقع اللي انا شفتها حاليا. صاحب الموقع اعرفه، ممتاز يعني، صادق جدا، عنده كذا موقع قبل كده، والمواقع دي لحد دلوقتي شغاله بتدفع، منهم مواقع كنا اتكلمنا عليها في الفتره الاخيره. فالموقع ممتاز، وصاحب الموقع ده شخص صادق جدا، فما تقلقوش من اي حاجه. زي ما انت شايف استبيان في الموقع، عندك مصر 9 دولار، عندك السعوديه 11 دولار، بقيه الدول اقل دوله 7 دولار. انت متخيل الموضوع
اقل دوله 7 دولار. اسم الموقع غريب شويه لكن بغض النظر انا متاكد الموقع ده هيبقى من احسن مواقع اختصار الروابط اللي موجوده ان شاء الله باذن الله. باذن الله يستمر ويبقى من احسن المواقع. الريفرال زي ما انت شايف ممتاز جدا، موقع كل حاجه فيه كويسه، فبتقالي مفيش اي حاجه تخليك ما تستخدمش الموقع ده. تقدر التسجيل في الموقع بسيطه جدا، يوزر نيم ايميل باسورد تعيد الباسورد وبس، الموضوع سهل جدا. وان شاء الله يكون الموقع ده عجبكم، يعني باذن الله هيعجبكم، وحاولوا على طول تستخدموه لان دايما بقول انك تستخدم المواقع الجديده احسن. اي موقع جديد تستخدمه هيبقى احسن كتير من اي موقع قديم. اثبات الدفع الموقع ده هينزل ان شاء الله قريب، فانت حاول تشتغل في الموقع وتسجل في الموقع ده عشان اقدر انزل لك اثبات دفع. وللتسجيل في الموقع هتلاقي اسفل الفيديو، متستناش روح سجل. خلينا نكمل. زي ما قلنا قبل كده برضو ان الاستراتيجيه دي انا بكسب منها شهريا اكتر من 300 دولار، ووريتكم الموضوع ده كله بالاثبات. النهارده العرض ده بيأثر عليك ثلاث ارباع السكه، بيديك موقع والموقع ده هيتقبل في ادسنس. انت كده كده عندك، زي ما قلت لك انت عندك مشكله ان الموقع مش هيتقبل في ادسنس. حتى لو عملت ايه، حتى لو اشتريت حساب ادسنس عادي بفلوس كتير، الموقع اصلا لازم الدومين بتاعك يتقبل في ادسنس تمام عشان يظهر اعلانات على الدومين. فالمشكله دي تقابلك لو انت ما عندكش موقع كويس، فانت لازم تشتري موقع كويس محترم وتقدم بادسنس تمام. تمام، فالموضوع يبقى حلو جدا وبسيط جدا كده. الراجل عدى العيب، يعني ديك دومين باستضافه لمده سنه، استضافه الدومين والاستضافه لمده سنه. الدومين دوت كوم بس، مالكش انك تختار اكتر من دومين، ولكن برضو ده كويس جدا. حتى الموقع ده ليه شراكه مع موقع اسباني، بس هوريك الموضوع ده كله وانا بشرح لك ازاي تشتري العرض. من رايي انا كمصطفى، بغض النظر ان الناس دي انا اعرفهم او لا، بغض النظر عن الموضوع ده كله، انا بالنسبه لي انا بدون تطبيل نهائيا انا اشتري عرض زي ده. ليه تسالني تقول لي؟ اقول لك الموضوع بسيط. يعني انت دلوقتي قدامك حد بيفهم في ادسنس، حد اكتر حاجه بكرهها في حياتي بصراحه ان انا اتعامل مع حد مش فاهم، حد بيفهم في ادسنس، حد فاهم في كل الكلام ده وبقاله سنين خبره، انا لسه جديد او انت يعني عامه لسه جديد في المجال، مش فاهم حاجه في ادسنس، مش فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي، معكش حد يفهمك. لما يكون راجل زي ده دعم فني وكل الكلام ده ويقدر انه يساعدك، وناس عرب يقدروا انه يساعدوك لحد ما تبني موقعك كده وتظبطه، والموضوع مش غالي، 900 جنيه ما يعتبرش فلوس برضه يا جماعه على حاجه زي كده. انت حساب الادسنس دلوقتي بيعدي 1000 جنيه، وساعات بيبقى اقل من كده 800 700، ساعات بيوصل ل 500، ولكن برضه تمام. وعامه حتى لو اشتريته انت كده كده لازم موقعك يتقبل في ادسنس حتى لو ايه تمام. فبتهيألي العرض كويس، يعني مش حكايه بقى اعلان الناس دافعالني فلوس مش عارف ايه، خالص مش الموضوع ده خالص. العرض كويس، انا بالنسبه لي العرض كويس. وزي ما انتم شايفين قدامكم القوالب، اي قالب اختاره، عندك 13 قالب كلهم متوافقين مع ادسنس، اختار القالب اللي يريحك. ولاول 20 شخص هيستخدموا الكوبون بتاعي، هوريك برضو الدنيا دي ماشيه ازاي كلها، وانا بوريك ازاي تشتري. هيستخدموا الكوبون بتاعي اللي هو مستر بومتك بالطريقه اللي مكتوبه قدامكم دي تمام. اول 20 شخص هيشتروه هياخدوا كل حاجه، مش فري طبعا، ولكن هياخدوا كل حاجه هم اللي هيعملوها لك. يعني هو الراجل هيسلمك الموقع كده، يلا خد الموقع يلا تمام، دي الفكره كلها. بس يلا بينا نروح ايه على اللابتوب واوريك ازاي تشتري العرض. طيب يا شباب، بكل بساطه الموضوع هو انك هتخش على الموقع ده، وهتلاقي هنا هسيب لك يعني الصفحه دي اسفل الفيديو، هتخش على هتطلب بتاعت اميجو. هتلاقي مكتوب هنا اميجو 4 دولار 85 في كل 6 شهور، مالكش دعوه انت بالحاجات دي كلها، تضغط على اطلبه الان تمام. الموضوع بسيط جدا، هتكتب هنا الدومين اللي انت عايزه. شوف انت عايز دومين ايه، مثلا وليكن انا هكتب مستر بومتك مثلا، انا كنت عامل مستر بومتك 11، فنخليها مثلا مستر بومتك 10، واللازم طبعا زي ما قلت لك دوت كوم. هتعمل ارغب في حجز دومين جديد وتعمل اختيار. جميل، هتعمل هنا طبعا ما تلاقيه متاح، هتلاقي بيقول لك ان الدومين ده ب 12 دولار 95، تقول له استمرار. هتلاقي هنا بيقول لك ان هو بيديك مساحه 5 جيجا، بيديك ترافيك غير محدود، قوالب احترافيه ووردبريس، عندك مال لوحه السي بانل، واللايت سبيد ده بيقول لك ان هي بتعلي من سرعه الموقع، وعندك نسخ احتياطي يوميا لموقعك، زائد طبعا كل المميزات اللي احنا قلناها في الشرح في الاول تمام. هتقول له هنا السعر السنوي تمام، ما تقولوش السعر النصف سنوي دي مالناش دعوه بيها، تقول له السعر السنوي وتقول له الاستمرار. جميل جدا، هنا هيقول لك ان المبلغ الاجمالي 58 دولار، هتقول له لا انا عاوز، انا عندي كود عايز احطه، الكود هو مستر موتك بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، الام والار والبي كابيتال والتي هنا كابيتال، تقول له تاكد من الخصم. هتلاقي انه اتخصم وبقى 48 دولار تمام، وبس هتضغط على الدفع. الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا يا شباب، الله يخليكم، حاولوا تعملوها صح وتعملوا كل الكلام ده صح.
الاسم الاول تكتب اسمك، الاسم الاخير تكتب اسمك الثاني او اسمك الاخير او اسم العيله، عنوان البريد الالكتروني تكتب عنوان البريد الالكتروني بتاعك عادي، هنا تحط البلد بتاعتك تمام، تحط البلد بتاعتك وتحط الرقم بالتليفون، اسم الشركه اللي سيبك منها، عنوان الشركه حط العنوان، عنوان الثاني حط اي عنوان، المدينه الرمز البريدي الكلام ده كله، هنا تحط البلد برضو، سيبك من التاكس اي دي مالناش دعوه بيها، يعني حاول تملى كل البيانات دي وتعمل حساب بادق التفاصيل، ده حاجه تبقى جميله جدا. وهنا الدفع عن طريق بيبال، هتقولي طيب انا ما عنديش بيبال، انت ممكن تتفق مع وسيط من اي الوسطاء الموجودين زي مثلا وسيطنا او اي حد، وتبعت الفاتوره للوسيط ده والوسيط يدفعها لك تمام بكل بساطه. يعني لما تعمل ارسال الطلب هيقول لك حط اكونت البيبال، هتحط اكونت البيبال بتاع الوسيط وقول للوسيط ادفع لي وانا هدفعها لك فودافون كاش او ادفعها لك باي عمله ثانيه تمام. الموضوع بسيط جدا يا شباب، وانا زي ما قلت لكم قبل كده الموضوع يستاهل، فاتمنى ما اكونش طولت عليكم. بس كده اتمنى ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم. الموضوع ده يا جماعه على فكره بدون اي نقاش فيه، لازم اي شخص يحاول يكسب فلوس من النت، اي شخص عايز يشتغل على الانترنت مش لاقي مجال يبدا فيه، لازم يكون عنده موقع الكتروني، لازم لازم يكون عندك دخل شهري ثابت حتى لو 50 دولار، انت فاهمني؟ بس ال 50 دولار بيجوا منين؟ اول حاجه تفكر فيها يبقى عندك موقع الكتروني، اول حاجه تفكر فيها. انا مش عارف ازاي طول السنين اللي فاتت دي ما كنتش عامل موقع، يعني انا بدايه من السنه اللي فاتت بس او من شهر 7 السنه اللي فاتت كان عندي موقع الكتروني وكسبت فلوس كويسه جدا من الموقع ده تمام، في كام شهر بس اما بنيت الموقع بس في كام شهر. اما الراجل بيقدم لك موقع مبني تمام كل حاجه، بس ناقص انك تنشر فيه مواضيع تمام. اسال كويس على الفرق بين بلوجر ووردبريس، وهتفهم ان ووردبريس احسن كتير واريح كتير من بلوجر. طبعا بلوجر اريح ولكن ووردبريس احترافي اكتر، هتحبه اكتر، فاسال على الموضوع ده عشان بس تفهم ليه الفرق بينهم. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ده وحاسس انه افادك باي معلومه اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وتمر تشوفني، اهم حاجه تعمل لايك، اعمل لايك عشان اللايك ده بيوصل الفيديو للناس الثانيه. معلش والنبي اعمل لايك بالله عليك، يعني اعمل لايك واشترك في القناه وتمر تشوفني عشان نوصل 55000. خلاص المفروض ان احنا نوصل 55000 عمال الفيديو ده ينزل، هنكون اصلا ان شاء الله وصلنا 55000. فاعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وتمر تشوفني، واشتري العرض وسجل في التصرف، تلاقي موقع اسفل الفيديو، سجل في الموقع ده اسمه بطيخه.com بس حلو يعني، سجل في الموقع ده. بس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، اتمنى تكون شفته للاخر، اشوفك ان شاء الله.